السلام عليكم خاوتي الأعزاء، إن شاء الله راكم كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفلوج الجديد بالويكند تاعي نهار الجمعة، وإن شاء الله كما وعدتكم كل مرة وين نديكم وكل مرة وين نروح ونحوسوا إن شاء الله. ومرحبا بكم برك معايا. ودوكا يا العزاز راني ديريكتومون ديستيناسيون للسونتر فيل دو بليدا، راني رايح للبولفار بمثل ثيماتيك باش نشري واحد الشغالات كانوا يخصوني وما حبيتش نخليها في قلبي، حبيت برك باش نبارطاجيها معكم. ما عليكم غير تتبعوني. بولفار 20 متر جاي في ولاية البليدة في الجهة الشرقية، هو من أكبر البولفارات في ولاية البليدة، فيه كامل المراكز التجارية ومنها حتى العالمية. وهنا يلحقت وراني في البولفار، وراكم كما تشوفوا أول مركز تجاري اللي دخلت ليه كان هذا هو. كملت شريت واش يخصني، دوكا هاديك حبيت نديكم شويه جوله خفيفه تشوفوا معايا البولفار 20 متر. البولفار 20 متر اللي فيه دي سونتر كوميرسيو كيما قلت لكم من قبيل، وهذا البولفار اللي تبدا في عام 1991 اللي ولا يتطور ولا تمشي فيه التجاره الى حتى النهار اللي رانا فيه. راكم تشوفوا حتى شركات اجنبيه وجاو استثمروا فيه لانه صح مركز تجاري وقلب نابض لولايه البليده. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you. كل واحد متزاير لما يسمع كلمة البليدة، يتفكر الورد، يتفكر المزهر، يتفكر العراقة والتاريخ، يتفكر الأندلس والحوزي، يتفكر القفطان والألبسة التقليدية، يتفكر كل شيء اللي هو متعلق بهذه الولاية الهائلة اللي ننصحكم باش تزوروها، اللي هي مدينة البليدة اللي معروفة بمدينة الورود، اللي كل عام فيها دير فاستيفالات ومهرجانات متعلقين بالورد وبالأزهار وبكل شيء. لحقت الولاية بازا ورحت أول اتجاه ليا كان مطعم في مدينة بازا اللي اسمه لا فونتين دور، مطعم بزاف شباب ومشهور بزاف وعنده لاباج تاعو في الفيسبوك إذا حبيتوا تزوروها. كيما راكم تشوفوا هنايا راني في البور تاع ولاية بازا، بور صح ما شاء الله، وحبيت برك باش نعطيكم هكذا حاجة على مدينة بازا اللي في اللغة الفينيقية اللي تعني الممر. تيبازا هي المدينة الوحيدة اللي في آثار الرومان ما فيهاش مسرح، لأن المدينة كانت ما تهتمش بالثقافة، كانت تهتم فقط بالتجارة وبالحرب. هذا ما كان للأسف. رحت لاروين ثم في تيبازا، كنت حاب صح من قلبي باش نوريكم آثار الرومان وكيفاش كانوا عايشين وكيفاش كانت تيبازا وكيفاش كانت ذيك، والقصه تاع اي حاجه اي حجره متعلقه بمدينه تيبازا تماك. لكن للاسف العمال كانوا في اضراب وكانت مغلوقه،
برك حبيت برك نوضح لكم بلي مرة واحدة أخرى إن شاء الله نعود نرجع على نفس المدينة ويكونوا فاتحين إن شاء الله وندخل وندير لكم فلوغ سبيسيال كيفاش كانوا الرومان، كيفاش كانوا يغسلوا روحهم بالزيت، كيفاش كانوا يسخنوا الماء في الحمامات، كيفاش كانوا عايشين، كيفاش كان عندهم البرج، كيفاش كان الكنيسة، كيفاش المعهد المهجور، كيفاش كان كل شيء ثماتيك. ان شاء الله تلاقاونا في نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله، ونتمنى يكون عجبكم هذا الفلوغ الصغير، وما تنساوناش بارطاجيو الماكسيمو وديرونا جام فريمون، رانا حنايا صح مبتدئين مي بالدعم تاعكم ان شاء الله ننجحوا، وان شاء الله هذه هي وراهي عندكم الاسم تاع لاشين تاعي، ما تنساوش ابوني وبارطاجي الماكسيمو، وربي يحفظكم، نتلاقاو في فيديو واحد اخر جديد، تبقاو على خير.